احنا يعني على تواصل دائم طبعا مع اتحاد الكرة ترقبا لوصول بعثة المنتخب، بنحاول نوفر لها افضل ما يعني افضل الامكانيات اللي ممكن وضعها تحت تصرفها، تلبية كل احتياجاتها. في عضو من السفارة هيكون مرافق للبعثة 24 ساعة بشكل دائم من لحظة وصولها لحتى مغادرتها، وأنا هكون بتردد بشكل مستمر على البعثة للاطمئنان عليهم. بالنسبة للمشجعين طبعا هننشئ بعثات قنصلية مؤقتة محدودة متحركة فعالة، هتستمر عملها في خلال فترة تواجد المشجعين المصريين لتوفير أي خدمات يحتاجوا لها، تسهيل مهمتهم أو ما إلى ذلك.